عقد حزب حماة الوطن ندوة توعوية بمحافظة المنوفية تحت عنوان مصر والقضية الفلسطينية دور تاريخي ودعم بلا حدود. تأتي الندوة في إطار سلسلة الندوات التي ينظمها الحزب في عدد من المحافظات للتوعية بالقضية الفلسطينية ودور مصر في دعمها. استمرارا لجهود التوعية بالقضية الفلسطينية، نظم حزب حماة الوطن بمحافظة المنوفية ندوة عن دور مصر التاريخي تجاه القضية الفلسطينية، وذلك بحضور قيادات وكوادر وأعضاء الحزب بالمحافظة وعدد من الخبراء. الفترة اللي فاتت ديت ابتدى يبقى فيه كثير من اللغط بيحصل على المستوى الإقليمي، وبنشوف إن في ناس بتحاول تشكك في دور مصر، ولكن الحقيقة غير كده. طبعا احنا كلنا عارفين القيادة السياسية بتتعامل ازاي مع هذا الملف، وده يمكن طبعا كمان المواطن المصري بالذات بيعتبر ان القضية الفلسطينية دي هي قضيته الأولى على مر العصور، وهو ده اللي احنا بنحاول نأكد عليه. عندما نتحدث عن دور مصر في الوقوف إلى جوار القضية الفلسطينية، مصر تقف مع قضيتها، فمصر رعت هذه القضية على امتداد التاريخ ودفعت آلاف الشهداء والجرحى في سبيل هذه القضية والقضايا العربية. المغزى من إقامة الندوة اليوم سواء في المنوفية أو على مستوى الجمهورية ده كان توجيه مركزي إن احنا نبدأ نعمل دورة تثقيفية للناس حول إبراز الدور الفعلي وكيف كان لمصر دور كبير جدا في القضية الفلسطينية، وكيف كانت القضية الفلسطينية هي في قلب وعقل القيادة السياسية والشعب المصري. الهدف من الندوة النهاردة هي التوعية على الموقف المصري، والحقيقة أنا بنتهزها فرصة وأقول إن مصر أم الدنيا القضية الفلسطينية كانت هي الراعي الأول لها، ودفعنا في سبيل ذلك الكثير. الندوة استعرضت جهود الدولة المصرية تجاه القضية الفلسطينية عبر التاريخ، بالإضافة لمساهمات حزب حماة الوطن منذ 7 أكتوبر، كما أكد الحزب اصطفافه خلف القيادة السياسية من أجل إيقاف مخططات التهجير وإقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس.